بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. لمحات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هذا الموضوع؟ لما نتكلم عن حياته؟ وماذا نستفيد من حياته؟ إنه أفضل من خلق الله عز وجل. ولما فضل الله البشر جعل أفضل الناس الأنبياء، وجعل أفضل الأنبياء الرسل، وجعل أفضل الرسل أولو العزم خمسة، وجعل أفضل الخمسة محمدا عليه الصلاة والسلام. وما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، للإنس والجن. والله لما نظر إلى أهل الأرض مقتهم، بغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، فأنقذ الله البشرية بمحمد عليه الصلاة والسلام. نقرأ عن حياته ونتصفح لمحات من سيرته العطرة لنتأسى به. ولهذا الرب جل وعلا يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا أردتم الله والدار الآخرة والجنة، أسوتكم، قدوتكم، إمامكم محمد عليه الصلاة والسلام. بغير طريقه ما في جنة، ما في جنة بغير طريقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني بعض الناس لا يريد دخول الجنة، يأبى دخول الجنة. الصحابة تعجبوا، يعني ما يمكن، هل في واحد ما يريد دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما يريد الجنة الذي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد جنة الأرض والسماوات والأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اليوم قدوات الناس يختلفون. من الناس من قدوته لاعب، منهم من قدوته مغني، منهم من قدوته ممثل، منهم من قدوته عاد، كل واحد له قدوة، واختلف الناس درجات. لكن أعظم الناس قدوة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سألك سؤال صريح: تحبه؟ تحبه حقا؟ ترى الذي يحب إنسان يطيعه في كل شيء، ينظر ماذا يلبس، يحاول يلبس مثله، كيف يمشي، يمشي مثله، ماذا يأكل، يأكل مثله، كيف يتكلم، يتكلم مثله، لأنه يحبه، لا شعوريا يتبعه في كل شيء. إن المحب لمن يحبه مطيع. هل تحبه أكثر من أمك وأبيك؟ فكر، لو قدمت طاعتهما على طاعة النبي، أو طاعة النبي على طاعتهما، تختار ماذا؟ تحبه أكثر أو أولادك؟ أولادك أو هو؟ فكر، هل تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أو أولادك الذين هم قطعة من جسمك، فلذة كبدك؟ طيب، هل تحبه أكثر أو تحب نفسك؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محمد رسول الله. الله يخبرنا أنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تحبه أكثر من نفسك. حتى لما جاء عمر قال: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من كل شيء. عمر صريح، عمر لعين جامل، عمر لا يعرف قبل إسلامه وبعد إسلامه إلا الصراحة، لأنه قوي شجاع، والشجاع دائما صريح. قال: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، إلى الآن أقدم نفسي على كل شيء. قال: لا يا ابن الخطاب، لا يا عمر، إلى الآن عندك إيمان لكنه ما اكتمل، إلى الآن بقي جزء. فذهب عمر وجاءه بعد زمن فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي اليوم من كل شيء حتى من نفسي. الآن خلاص. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر اكتمل الإيمان. بغير هذا لا يكتمل الإيمان. ولهذا الصحابة تتعجبون لما كانوا يصنعون هذا في أحد. ماذا فعلوا؟ طارت الرقاب وطاشت الدماء وفارت
وثالث حتى أن أنس يقول لسعد ماذا ما يجلسكم بعد رسول الله، وحتى أن سعد بن الربيع لما جاءه يسأله الصحابي وهو يحتضر في الرمق الأخير يقول له إن رسول الله يسلم عليك ويقول كيف تجدك، قال اذهب فقل أبلغ رسول الله مني السلام وأخبره أني أجد ريح الجنة وهو في الأرض شم رائحة الجنة. ثم انظر ماذا قال بين قوسين جعلها، قال اذهب إلى قوم الأنصار، اذهب إلى الأنصار فقل لهم لا خير فيكم، ما فيكم خير، إن يخلط إلى رسول الله وفيكم عيد تطرف. إذا ذهبوا إلى الرسول وقبضوا على النبي أو قتلوا النبي وفيكم حي على الأرض يمشي كلكم ما فيكم خير، لا خير فيكم إن يخلط إلى رسول الله وفيكم عيد تطرف. أي حب هذا أحبه الناس لهذا الرجل، لأنه كما قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إلى اليوم وأكثر محبوب في الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام، بل اسمه أكثر اسم الآن موجود على وجه الأرض ورفع الله ذكره. من يصدق في روسيا الدولة الشيوعية الحمراء التي حرمت المصاحف ومنعت الأذان وقتلت المسلمين وسفكت الدماء وحاربت كل ما يمس بالدين بطلع بعد 60 عاما بعد سقوطها، 60 عام من المنع والظلم والاضطهاد، فلما سقطت خرج الناس من تحت الأرض يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. رفع الناس رؤوسهم بعد 60 سنة وهم يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم أكثر حتى من بعض المسلمين في الحجاز متمسكين بالسنة. من يصدق؟ قبل أيام في نيجيريا كلكم سمعتم بالخبر، من يصدق في نيجيريا بلد العلماء فيها قليل، الدين فيها ضعيف، الجهل فيها كثير، لا يعرفون من الإسلام إلا الشيء القليل، يخرج رجل ساقط بعدما حصلت قبل أيام مسابقة يسمونها ملكة الجمال في تلك البلاد، فقال بعض الغيورين وأنكروا هذا المنكر، قالوا هذا غير صحيح، هذا لا يجوز، ونحن مسلمون لا نرضى بهذا، تفسخ وعري وأجساد عارية. للأسف في نيجيريا يستنكرون، في بعض بلاد العربية لا يستنكرون. فقام أحد الكتاب الحقيرين كتب مقال، شوف ايش قال، قال ليش أنتم غاضبين؟ لو كان رسولكم موجود الآن لاستمتع بهذه المسابقة، بل تزوج واحدة منهم من العاهرات. فسار المسلمون، لأنهم في نيجيريا، فسار المسلمون وصارت في يوم واحدة مذبحة راح ضحيتها 200 رجل انتقاما لله ولرسوله. طب احنا ما ندعو لهذا الامر، وهذا الامر فيه شيء من التطرف والغلو، راحوا ابريع ما لهم ذنب في الموضوع، لكن انظر الى جناب النبي كيف حفظه الله بعد اكثر من 1400 عام، لا زال الناس يتقاتلون من اجله ويفدون انفسهم وارواحهم ودماءهم لاجله عليه الصلاة والسلام. من هذا الرجل؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما أمره الرب أن يبلغ دين الله عز وجل قال الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال الله وأنذر عشيرتك الأقربين. قام في الناس يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، يا بني فلان، ينادي عائلة عائلة، فخذا فخذا، بطنا بطنا، يناديهم النبي حتى وصل إلى ابنته فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، قال اعملوا ما شئتم لن أغني عنكم من الله شيئا،
لن أغني عنكم من الله شيئا. الرابطة التي بيننا وبينكم الدين. بعد هذا لا شيء. يدعو إلى الله عز وجل يضرب يشتم يهان تسفك دمه الشريف الشريفتان رجلاه الشريفتان تسيلان دما. لأجل من؟ لأجلي ولأجلك ولأجل هذه الأمة. ما نام الليل كان يقوم تقول عائشة في الليل فيبكي حتى يبل لحيته ثم يبكي حتى يبل حجره ثم يبكي حتى يبل الأرض تحته فيسجد فيقول اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي. فيرسل الله جبريل إليه يقول له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كسفت الشمس ففزع خاف النبي خاف أن يكون عذاب لهذه الأمة فكبر وصلى وأمر الناس فصلوا خلفه فأطال الصلاة أطال الصلاة أطال الصلاة حتى سجد يقول الصحابة فسمعناه ينفخ ويبكي يبكي عليه الصلاة والسلام. تعرف ماذا قال في سجوده؟ قال وهو ساجد اللهم اللهم ألم تعدني ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم اللهم ألم تعدني أنك لا تعذبهم وهم يستغفرون. وهو يبكي بأبي هو وأمي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صمم أمان بما أنه حي لا يعذب الله الأمة. طيب لما مات شوف شفاعته لهذه الأمة إذا استغفروا فإن الله لا يعذبهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يوم من الأيام كان يطوف حول الكعبة فجاءه رجل خبيث القوم فخنقه بردائه. أريدك أن تتخيل الصورة. يخنق ويخنق ويخنق عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يموت كاد أن يموت خلاص. من سمع بالخبر؟ صاحبه أبو بكر. فأخذ يركض أبو بكر ويركض ويركض فيدفع المشرك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي الآن تخيل حالته حالته وهو مخنوق وكاد أن يموت. يجري من؟ يجرينا. أخرج الله من أصلابهم من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فقال أبو بكر وهو ينادي في الناس أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يدعو أبو بكر يقول لم تقتلونه وقد جاءكم بالبينات من ربكم. حزن النبي يوما شوف حياته مليئة بالعواطف بين سرور وبين حزن وبين بكاء وبين ابتسام بين همة واجتهاد وشجاعة وقوة وحزم. اسمع إليه يوم من الأيام حزن. ليش حزن؟ حزن لأن الوحي تأخر اشتاق للوحي كان يشتاق للوحي ينزل إليه يكلمه بكلام الله فتأخر فبدا على وجهه الحزن. فسمعت بهذا امرأة كافرة مشركة حقيرة سمعت أن الوحي انقطع والنبي حزين عليه الصلاة والسلام. تعرف ماذا قال؟ قالت يا محمد يا محمد ما نرى إلا شيطانك قد قلاك وهجرك. تقصد جبريل تقول شيطان ما نرى إلا أن شيطانك هجرك وقلاك ويتضحك على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الآن مشاعره وحزنه. فأنزل الله جل وعلا يقسم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما تركك الرب وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الآية تذكرني بمقالة وللآخرة خير لك من الأولى. قبل شهر في افتتاحية جريدة عندنا والمصيبة أن افتتاحية يعني هذا تعبر عن رأي الجريدة تقول الافتتاحية تقول المتدينون في البلد
يعني أخطأوا خطأ كبير وفادح. ما خطأهم؟ يقول علموا الناس أن الآخرة أفضل من الدنيا. علموا الناس احرصوا على الجنة لا تحرصوا على الدنيا، حياتكم لأجل الجنة، أما الدنيا لا شيء، زهدوهم في الدنيا. أقول له قبحه الله بملء ثمين. الله يقول وللآخرة خير لك من الأولى، وأنت تقول العكس. الله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وهذا يريد أن يقلب الآية، يريد أن يعكس ديننا ويقلب عقيدتنا. لكن ألا لهم هذا، فالمسلمون أثبتوا أنهم في كل عام يزدادون من الخير، والخير باق في هذه الأمة. يحدثني أول البارحة في المسجد الكبير أحد المسؤولين، قلت لهم ها شو رأيك هذه السنة في المصلين؟ قال شيء غريب، هذه السنة العدد مضاعف، الناس يتضاعفون كل عام. تعرف لماذا؟ لأن هذا الدين مثل الجمرة، إذا نفخت عليها لتطفئها ازدادت وحشا ونورا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خرج على رجليه إلى الطائف، شفت الطائف؟ صعب أن تذهب إليها بالسيارة، كيف بالرجلين؟ خرج عليه الصلاة والسلام يدعو أهل الطائف، فجلس مع ثلاثة من كبار القوم، أبناء عبد ياليل، عبد الرحمن ومسعود وحبيب، أبناء عبد ياليل كبار القوم، كبار ثقيف، جلس معهم يعرض الدعوة أو على الكبار. فقال لهم أدعوكم إلى الله أن تؤمنوا بالله بالجنة بالنار باليوم الآخر. تعرف ماذا ردوا عليه؟ قال أحدهم، شوف الأول الكافر الأول، قال أمرض ثياب الكعبة إن كان الله بعثك. تعرف إيش معناته؟ يعني شفت ثياب الكعبة ومزقها إذا كان الله بعثك أنت. شوف الوقاحة. وقال الثاني أما وجد الله غيرك يبعثه؟ ما في غيرك؟ ما في واحد عظيم شريف رئيس غني ثري يرسله الله؟ ما في إلا أنت. وقال الثالث أنا لا أرد عليك، قد تكون صادق يصيب لي شيء، قد تكون كاذب، أنا أكبر من أن أرد عليك. ثلاثة يستهزئون به عليه الصلاة والسلام، فإذا به يخرج ويقول لهم لا تخبروا قريشا. يتجرأ عليه، خرج من الطائف يتبعه الأطفال والسفهاء بالحجارة. أريدك أن تتخيل المنظر، لو واحد مثله عليه الصلاة والسلام، لو واحد قام مقامه ورموه بالحجارة، إيش راح يقول؟ يقول خلاص بطلنا، أدعوهم إلى الله يرموني بالحجارة، بطلنا ما نبي خلاص. بعض الناس لو يتكلمون عليه بمقالة في الجريدة يتهمونه بعرضه ترك الدعوة أهلها. بعض الناس لو يفصل من عمله بس خلاص نقعد في البيت يحتلنا. بعض الناس لو سبوه قال أنا شليفي هذه المطالب وخلاص نجلس في البيت ونصلي ونسجد وما علينا من الناس. هذا النبي قدوة، تبع بالحجارة ويضرب بأبيه وأمي، فوصل إلى حائط لعتبة وشيبة فجلس استريح ورجلاه الشريفتان تسيلان دما. فجلس عند الحائط فرآه من عتبة وشيبة أشد الناس عداوة له، شافوه وبستانهم، لكن لما رأوا إلى هذا المنظر رأفا لحاله. فقال لغلام لهما اسمه عداس، غلام، قال له خذ هذا العنب فاذهب به إلى هذا الرجل. فأخذ عداس غلام صغير أخذ العنب وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس وقال كل من هذا العنب. فأخذ النبي عنبا وقال بسم الله وأكل. فقال الآن عداس يطالع منظر غريب، يعني إنسان معادي يقول بسم الله وكلمة غريبة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ ما اسمك؟ قال اسمي عداس. قال ما دينك؟ قال نصراني. قال من أين أنت؟ قال من نينوى، بلد في العراق. قال من نينوى؟ فقال النبي من نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فقال الغلام ومن أدراك بيونس بن متى؟ قال يونس بن متى نبي وأنا نبي مثله، نحن إخوة. فانكب عداس على بطن النبي يقبله. قال عتبة لشيبه انظر إلى صاحبك قد أفسده محمد. فعداس يا عداس، رجع عداس
على ماذا طلعت ريحك يا عداس؟ قال عداس: والله والله هذا خير من يمشي على وجه الأرض اليوم، هذا نبي الله. فقال له عتبة: يا عداس ويحك، إنك نصراني ودينك خير من دينه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي. وكفى بربك هاديا ونصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام الآن بعد الطائف ضاق صدره، أظلمت عليه الدنيا، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ قريش طردته، الطائف تبعوه بالحجارة، ماذا يصنع؟ أرسل الله له جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال يقرئك السلام. فجاء ملك الجبال فسلم على النبي، قال: يا محمد مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. خلاص خلص منهم، نقتل قريش ومن فيها، وينتهي الأمر، ترتاح. هل رضي؟ لو رضي ربنا ما وصلت إلينا الدعوة اليوم. لو رضي وأهلك الأمة لانتهى كل شيء. نعم يرتاح هو، لكن ماذا يحصل لنا؟ ربما نكون اليوم نعبد صنما، ربما نكون اليوم إلهنا اللات والعزة، ربما نكون اليوم نعف البنات، ربما نكون اليوم نأكل الميتح الخنزير ونشرب الدم، ربما نكون اليوم لا نعرف إلا سفك الدماء وعبادة الأصنام. لكنه ما رضي بهذا، قال: لا لا تفعل، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم إن لم يكونوا هم أولادهم أحفادهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص حتى على الكفار، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص حتى على الكفار. لهذا نقول للناس اليوم اللي يدعو على كل الكفار أن يولي الله جميع الكفار، نقول خلص السنة. لا، الرسول كان يدعو لهم بالهداية، وكان حريصا على هدايتهم، وكان يعلم الصحابة: فرقوا بين كافر يحاربنا ويقاتلنا ويقاتل المسلمين ويكيد لهم المكائد ويريد أن يسلب خيراتهم ويفرق بينهم ويطعن وبين كافر ربما يكون مسالما وربما يكون أفضل منا حتى في بعض قضايانا. فرق، لأن القرآن يفرق. الله يقول: ليسوا سواء. الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل فرقت كما فرق القرآن، كما فرق نبينا؟ رجع إلى مكة في الطريق عليه الصلاة والسلام، في الطريق الآن الله يريد أن يخفف عليه، أرسل له وفد، وفدا ممن؟ قريش والطائف ما أمنوا. طيب الوفد ممن؟ تعرف ممن؟ الوفد من الجن. الله يريد أن يخبره: إن لم يؤمن بك الإنس فإن في الجن خير. أرسل الله وفدا من الجن يستمعون القرآن، فأخذ النبي يقرأ: الرحمن. والجن يستمعون. أول ما سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض: اسكتوا اسمتوا أنصتوا أنصتوا، كلام عجيب، قرآن عجب. كل واحد يسكت الثاني. فأخذ الجن يستمعون: الرحمن. تخيل المجلس، مجلس قرآن، علمنا القرآن. وشوف اختيار النبي للسورة: خلق الإنسان علمه البيان. ثم يسترسل 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 وبدأ يذكر عن خلق الجن: والجان خلقه من مارج من نار فبأي آلاء ربكما. الخطاب الآن للجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا الجن بصوت واحد يقولون: لا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا. استشعروا القرآن وتأثروا وأخذوا يجيبون على القرآن.
الله يقول كل ما قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقول الجن لا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا. فلما انقضى القرآن أسرع الجن ينقذون أقوامهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسكتوا فلما قضي لما انتهى القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أرأيت الجن صاروا دعاء مجلس واحد. وبعض الناس ربما يحضر آلاف الدروس ويختم القرآن في صدره ويستمعه ختما مئات المرات، ومع هذا ما نصح أحدا من الناس وما بلغ آية. بلغوا عني ولو آية، إلى الآن ما بلغ آية للناس. ماذا تنتظر؟ وماذا لما تتأخر؟ يوم من الأيام احتضر ابنه إبراهيم آخر أبنائه، طبعا الذكور ماتوا صغار، أما البنات عشنا إلى الكبر تزوجنا، وابنته فاطمة ماتت بعده عليه الصلاة والسلام، أما الذكور ماتوا صغار. دخل على ابنه إبراهيم وهو يحتضر طفل صغير صبي، يقول أنس فجلس عنده فدمعت عيناه فقبله وشمه وهو مريض فخرج. ماذا يفعل؟ يقول فدخل عليه بعد زمن فوجده نفسه تقعقع وفاضت روحه، مات ابنه فدمعت عيناه. فقال الصحابة يا رسول الله لما أنت تبكي أنت تدمع عيناك؟ قال هذه رحمة، يعني مثال البشر الطبيعي تدمع عينها هذا طبيعي، الله أضحك وأبكى. قال هذه رحمة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل أولاده ماتوا جميعا، كل الذكور بشر حزن. تعرف ماذا فعل المشركون لما سمعوا بالخبر؟ أخذوا يضحكون وأخذوا يتشمتون. فإذا بالوائل بن عاص سهمي مشرك لما سمع أن آخر الذكور ماتوا أخذ يضحك ويتشمت ويستهزئ ويقول بين الناس سمعتم بالخبر؟ بتر محمد، انقطع نسله. طيب راعي شعوره، راعي إنسانيته، ولده يموت، ما في قلوبكم رحمة؟ أليس في قلوبكم عطف؟ وهو يقول بتر محمد والنبي تدمع عيناه. فإذا بالرب جل وعلا ينتظر لنبيه، فقال الله يا محمد لا عليك من الدنيا، أعطيتك شيئا أعظم من الدنيا بأجمعها، إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة، فصل لربك وانحر، إن شانئك مبغضك الذي يتكلم عليك، إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع، لست أنت، أنت سوف يبقى ذكرك، سوف يرفع ذكرك إلى اليوم، والناس تموت من أجله وتضحي بالغالي والنفيس من أجله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يأتي أناس، يقول النبي يأتي أناس يود أحدهم لو يفتدي بأهله وماله من أجل أن يراني. يا رب أنا مستعد تقبض أرواح أولادي وأهلي والعائلة وتسلبني كل الأموال فقط أرى النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم البشر، هؤلاء هم الصفوة، يضحون بكل شيء من أجله. وبعض الناس لو تقول سنة النبي تستحي، الناس تمشي على رؤوسهم يقلدون الغرب، يقلدون الكفار، يقلدون الأنجاز، يحفظون كل شيء عنهم. بعض الناس لو تقول له تعرف الممثل فلان؟ ما أعرفه، يعرف زوجته، يعرف أولاده، يعرف عمره،
يعرف وظيفته، يعرف تمثيلياته ومسلسلاته وأفلامه، كل شيء يعرفه عن الممثل أو عن المغني أو عن كل شيء يعرفون. لكن سألوا عن النبي، عن أولادي ما يعرف، زوجاتي ما يعرف، عن حياتي ما يعرف شيئا. رأيت الفرق بين أولئك وهؤلاء؟ انظر لأخلاقه، انظر لأخلاقه. تأتي البنت الصغيرة، البنت الصغيرة الجارية، تمسك بيدها عليه الصلاة والسلام وتذهب به حيث شاءت يقضي حاجتها. يمر على الصبيان، يقول أنس يسلم عليهم، صبيان صغار يسلم عليهم. كان بشوشا بساما، كان يحمل الحسن والحسين على ظهره، يبقيان على ظهره ويداعبهما ويلعب معهما ويقول هما ريحانتاي في الدنيا. يزور الصبي في البيت، صبي كان عنده طير ومات الطير، يكني الصبي، يعني مثل ما يقول الصبي الصغير يقول ابو عبد الله ابو خالد، يبقيان على ظهره ويداعبهما ويلعب معهما ويقول هما ريحانتاي في الدنيا. يزور الصبي في البيت، صبي كان عنده طير ومات الطير، يكني الصبي، يعني مثل ما يقول الصبي الصغير يقول ابو عبد الله ابو خالد يا ابو احمد، صبي صغير يكنيه، يعظمه يكبره، يقول له يا ابا عمير يا ابو فلان. هو الصبي صغير، ما فعل النغير، استوى الطير. انظر الى مستواه، ينزل لمستواه عليه الصلاه والسلام. بابي وامي خير الناس لزوجاته. وبعض الناس فقه الدين بالمقلوب، ظن ان الدين ان تضرب المراه، ظن ان الدين ان لا تضحك بوجهها، ظن ان الدين ان يعاقبها ويحبسها، ظن ان الدين ان لا يبتسم مع زوجته ولا يداعبها ويلعب معها، وهذا خلاف الدين اصلا. كان يحمل النبي زوجته عائشه زوجته على كتفه ويذهب بها حتى ترى اهل الحبشه يلعبون يتراقصون. هذا حديث صحيح، يسويها الرسول، نعم، ويعمل أكثر منها، يتسابق مع عائشة سباق، طبعا أحد يشوفهم. بأبي هو وأمي خيركم لأهله. يقول لي عائشة هو شايلها على كتفه، عائشة اكتفيتي؟ خلاص شبعتي؟ عائشة مستانسة رضي الله عنها، تقول لا بعد يا رسول الله، للحين ما شبعت، وتنظر حتى تشبع، ثم ينزلوها عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام رأى الحسن أو الحسين في الطريق، الحسن رآه في الطريق فركب خلفه يتبعه، فقبض له النبي صلى الله عليه وسلم ويداعبه ويحضره ويضحك معه عليه الصلاة والسلام. هذا نبي الأمة. لكن انظر إليه في الليل، تقول عائشة يقوم حتى تتفطر قدماه، يقوم حتى يبكي، صلى الليل كله بآية واحدة، آية يرددها ويبكي، يرددها ويبكي، يرددها ويبكي. أي آية هذه؟ يقول ابن مسعود قرأت آية وجدنا عليك يا رسول، حزننا عليك. أي آية هذه التي قرأتها طوال الليل وأنت تبكي؟ تعرف أي آية؟ آية تتحدث عن هذه الأمة، يقول فيها الرب جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع وهو أكرم الناس، لا يدع أحد إلا أضاح، حتى أن الأعراب في إحدى الغزوات تعلقوا به حتى أسقطوا ثيابه رداءه عنه، هو يقول أيها الناس والله لن أمنع عنكم خيرا، والله لو كنت أملك ما أملك لما بثت إلا وأنفقته جميعا فيكم، ما يترك شيئا إلا وأنفقه. يأتي رجل يجمده من ثيابه حتى أثر الثوب في صفحة عنقه، يقول ماذا تريد؟ قال أعطني من المال، أعطني أريد مالا. يقول له النبي، يقول الصحابة أعطوه من بيت المال، أعطوه من بيت المال. بكى يوم، بكى. تعرف ليش بكى؟ بعد معركة بدر، غزوة بدر، إيش اللي صار؟ صار في أسرى. طيب ماذا نفعل بالأسرى؟ استشار الصحابة، عمر يقول نقتلهم، أبو بكر نفديهم، الرسول مال لقول أبي بكر. فإذا بالفداء بدأ، كل واحد عنده فلوس يفدي نفسه، وسمع المشركون بهذا الخبر فجاءوا، كل واحد يفدي أخاه، هذا يفدي ابنه، هذا يفدي ابن عمه، وكل واحد يفدي الآخر. فجاءت امرأة ما عندها شيء، تريد أن تفدي زوجها مشركة،
فجاءت إلى النبي فقال الصحابة يا رسول الله ما عندها إلا قلادة بس شيء يعني تافح تريد أن تفدي زوجها. فقال النبي ما عندك شيء؟ قالت ما عندي شيء. فنزعت القلادة وقالت هذا بدل زوجي. فقال أعطوها زوجها. ثم بكى النبي قال لما تبكي يا رسول الله؟ تعرف لما بكى؟ قال تذكرت خديجة رضي الله عنها. تذكر النبي زوجته بعد أكثر من 76 تذكر زوجته وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. يبكي لأجل ماذا؟ تذكر تضحية خديجة كيف ضحت بمالها كيف ضحت بنفسها بأجل هذا الدين. قلب رحيم قلب شفيق قلب عطوف. يوم من الأيام كان نائما تحت شجرة فجاءه مشرك يتسلل ما في أحد حوله، لا حراس لا جنود لا قوة خاصة لا قصر لا حماية لا ما في شيء، نائم تحت شجرة لأنه أعدل الناس. فجاءه رجل يتسلل مشرك فأخذ السيف. الصحابة عادتهم يعلقون السيف على الشجرة إذا ناموا واستراحوا. فأخذ هذا الرجل المشرك السيف فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل الحين بيستغل الفرصة خلاص يريد أن يقضي عليه الصلاة والسلام. قال من يمنعك الآن مني يا محمد؟ لا أصحاب لا جيش لا قوات لا جنود لا ما في أحد. الآن أنا وأنت أعزل أضربك بالسيف وينتهي الأمر. من يمنعك الآن مني يا محمد؟ فقال النبي بكل ثقة قال يمنعك مني الله رب العالمين. فإذا السيف بيد الرجل يحتز السيف حتى سقط من يده. من الذي هزه؟ الله. فأخذ النبي السيف وقام على الرجل المشرك. الآن وقت الانتقام الرد بالمثل. قال من يمنعك أنت الآن مني؟ فقال المشرك بكل ثقه قال يمنعك مني حلمك وعفوك وصفحك يا محمد. قال نعم اذهب فأنت حر. والكاظمين الغيظ أخلاق والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تعرف ما مصيبتنا اليوم؟ اليوم عندنا عباد وعندنا طلبة علم وعندنا ربما مجاهدون، لكن المشكلة أخلاقنا ما وصلت إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أخلاق نفتقد أخلاق اليوم. عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ إيش تبي تتكلم الحين؟ سئلت عن أخلاق النبي إيش تبي تقول؟ صبره حلمه عفوه صدقه عبادته جهاده شجاعته عن أي شيء تتكلم ما راح تستطيع. تعرف ماذا قالت؟ قالت كان خلقهم القرآن. اقرأ القرآن هذه أخلاقه. وإنك لعلى خلق عظيم. وصف الله لسانه فقال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصف الله عينه فقال ما زاغ البصر وما طغى. وصف الله قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وصف الله كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ما خلق الله بشرا مثله. أعظم الناس وأكرم الناس وأشجع الناس كان شجاع. يقول الصحابة إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة اشتمينا بظهره. يتقدم الصحابة. يقول الصحابة يوم من الأيام سمعنا صوت في المدينة صوت جلب صوت صراخ صوت صياح ففزعنا خفنا. يقول فخرجنا تجمعنا نخرج نشوف الصوت. يقول فإذا النبي راجع سبقهم راح شاف الصوت ورجع والصحابة لما خرجوا. يقول فرأيناه راجعا قافلا فقال الصحابة لن تراعوا يعني ما بشي اهدأوا. تشجع الناس وأقوى الناس. كان يقوم فلا يتعب من طول القيام فتفطر قدمه وهو صابر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كان يجوع ويعطش ويتعب ويسهر لأجل هذه الأمة في بدر. تعرف ايش سوى في بدر؟ نظم الجيش ورتب المجاهدين وضع كل واحد له مقعد
ولما أعد الجيش نام الصحابة في الليل إلا هو بقي ما نام. تعرف لما لم ينم؟ لأنه بعد بذل السبب بقي التوكل على الله والاستعانة بالله. يقول المقداد: كل الصحابة ناموا إلا النبي جلس الليل كله يصلي إلى الفجر، يصلي ويدعو ربه ويستغيث بالله ويبكي عند شجرة، قائم يصلي والصحابة نيام يرتاحون للجهاد. فلما أصبح الصباح صلى الفجر وبدأت المعركة الآن خلاص سوف تبدأ، أخذ يدعو ربه ويبكي ويستغيث ويبكي، والرداء يسقط من على كتفيه، ويقول أبو بكر: أبو بكر شيل الرداء، ويضع الرداء على كتفيه، والنبي يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي ما وعدتني. وأبو بكر خلفه يأخذ الرداء ويضعه على كتف النبي ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله موجز ما وعدك، خلاص الله راح يستجيب لك، ما يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو، فدخل في خبائه وأخذ يدعو ويدعو ويدعو، ثم خرج وهو مستبشر، فقال: أبشر يا أبا بكر. قال: ماذا؟ قال: أبشر، هذا جبريل نازل، والنقع حوله، الغبار حوله، ومعه 1000 ملك يقاتلون في سبيل الله. أبشر يا أبا بكر، أبشر، الملائكة تنزل الآن تقاتل معنا الآن. ثبت الصحابة، ثم قام إلى المشركين فأخذ شيئا من تراب ومن حصى، ونظر إلى المشركين: 1000 هم 300، هناك 100 فارس وهنا فارسان، هناك أسلحة وعتاد، هنا لا أسلحة ولا عتاد. فأخذ التراب ثم رمى به وجوه القوم، فقال: بسم الله، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. يقول الصحابي: ما من رجل من المشركين إلا وقع التراب في عينيه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله، فأنزل الله الملائكة تقاتل. شجاع، شجاع بأبي وأمي، هو عليه الصلاة والسلام كريم، يقول لصاحب له فقير اسمه بلال، تعرفون بلال؟ فقير ما عنده شيء، يقول لبلال: أنفق بلال. شو انفق بلال؟ ايش عنده؟ يقول له: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخشى من ذي العرش على فلوسك وعلى معاشك وعلى رصيدك وعلى أكلك وعلى أولادك، لا تخشى، الرزق من الله، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أكرم الناس وأجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، كان خلوقا، كان حييا، كان حييا، بل كان يحرص على المشركين أكثر من حرصهم على أنفسهم. سمع يوم من الأيام أن رجلا من اليهود يحتضر، يهود، بعض الناس يقول: الحمد لله خيموت، لكن هذا شاب ما كان له ذنب، شاب أبوه يهودي وأمه يهودية وتعلم اليهودية منهما، وإذا مات معنى موته أنه مخلد في نار جهنم. النبي كان يحزن لهذا، يحزن لهذا أن إنسان يموت على الكفر، فإذا به يخرج مسرعا إلى هذا اليهودي، انظروا إليه، يهودي أشد الناس عداوة. فدخل، استأذن ودخل عنده يزوره وهو مريض، فجلس عند رأسه، فإذا بأبيه أبو اليهودي الشاب، أبو اليهودي الرجل الكبير جالس، والرسول جالس، والشاب في المنتصف، والنبي يقول له: قل لا إله إلا الله، شد إني رسول الله، أدخل في هذا الدين، أدخل في هذا الدين، يحاول فيه، يحاول فيه، يحاول فيه. واليهودي الرجل الكبير جالس ساكت، طبعا هم يعرفون أن هذا الرسول حق، لكن الكبر والعناد والحسد. فإذا بالشاب الآن اختار هل يستجيب ولا يستجيب، فنظر الشاب إلى أبيه اليهودي الكبير، فقال الرجل اليهودي الشيخ الكبير، قال: يا بني، يا بني، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فلفظ الشاب الشهادتين، وما مر زمن يسير إلا والشاب يموت. فذهب النبي، خرج من البيت، تعرف ماذا فعل؟ يقول الصحابة: وجهه متحلل، فرح، استبشر، أسرور، وهو يقول للصحابة: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. شفت القلب؟ وين القلب هذا اليوم؟ أين الحرص على الكفار أن يدخلوا في الإسلام؟ أين دعوتهم بالتي أحسن؟ تحدثني أخت
من النمسا قبل أيام، نمساوية كبيرة بالسن، أسلمت. تقول: كنت في شبابي أبغض دين عندي الإسلام. قلت لها: ليش؟ تقول: لأن المسلمين شوهوا الإسلام. تقول: عندنا في النمسا تأتي محجبات، أول ما ينزلون من الطائرة ينزعون الحجاب ويفجرون ويفسقون. أتعجب، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ فقط في بلادهم يتحجبون. إذا تقول: يأتون يشربون أكثر من شربنا للخمور، ويفعلون أكثر مما نفعل. تقول: كنت أكره شيء اسمه إسلام. تقول: حتى يسر الله لي يوم من الأيام لي صاحبة مسلمة، تقول قالت لي: تعالي تدعوني للدروس وأنا ما أحضر. تقول: حتى حضرت يوم كانت هناك محاضرة للشيخ الشعراوي رحمه الله في النمسا. بعض الناس يا أخوة يحتقر بعض العلماء وبعض الدعاة، وصلوا إلى بلاد بلغوا دين الله، أنت ماذا صنعت؟ تقول: فجلست واستمعت إلى حديثه. تقول: ما أفهم، نمساوية ما أفهم لغة عربية. تقول: لكن لحسن الحظ كانت هناك أخت مغربية جالسة في المصلى عند النساء، تقول: تترجم لي الكلام، تترجم لي بعض الأخوات. تقول: فجلست أستمع وأستمع. تقول: والله ما خرجت من المحاضرة إلا وأنا أشهد الشهادتين، دخلت في الإسلام من محاضرة واحدة. دين عظيم، لكن بعض المسلمين شوهوا سمعته، شوهوا صورته. لا نخرج إلى النمسا وبريطانيا وأوروبا ففيها ما تقشعر منها الأبدان من تفضلات بعض المسلمين، لكن انظر إلى أخلاق المسلمين اليوم عندنا. يقول لي بعض الناس، يقول: والله يا شيخ أنا ما أحب أن أدخل في الإسلام أو التزام أو الهداية. ويظن هذا من الدين وهذا ليس من الدين. فذهب وابدأ أنت بالسلام، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت الذي ابدأ، ليس الدين ليس حكرا علي وعليك. الدين لله عز وجل دين الله، وكل إنسان يستطيع أن يدخله. يقول: يا شيخ، أحد الناس، والله أخو هذا من المرارة أتكلم، لما أتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى به. يقول أحد الصحابة: يقول: والله ما رآني النبي إلا متبسما، يعني ما شاف نظرة خاصة، يقول إلا وكان متبسما. شوف تسامح. يقول الصحابة: تسامتك صدقة. تسم أحب الأعمال إلى الله. تعرف ما هي أحب الأعمال؟ سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، مسكين زعلان متضايق مهموم مغموم، تأتي وتدخل في قلبه السرور والانشراح. هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. شوف هذا الدين، يوم من الأيام شاف طير، شاف طير النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل خائف، ما الذي حصل؟ يسأل، فإذا بعض الأطفال أو بعض الصحابة أخذوا فرخ الطير أو وين الطير، والطير يتعذب مهما كان، عنده إحساس أيضا، عنده شعور. وجدنا حيوان، بعض الناس لا يبالي حتى بالإنسان، بكيف بالحيوان. تعرف ماذا قال النبي؟ غضب، قال: من فجع هذه؟ من الذي أحزنها وآذاها وظلمها؟ ردوا عليها أولادها. شفت؟ مش أنا نذبح الذبيحة لنأكل، طيب نبي نأكل. حتى لما تذبح الذبيح أرحمها، أرحم حيوان يرحمه النبي. قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته. شفت السكين؟ لا تذبح على طول، لا حده عشان بسرعة تقتل، لا تذبح. قال: وليرح أحدكم ذبيحته. في دين في الأرض مثل هذا الدين؟ في قائد يتكلم بمثل هذا؟ في بشر أخرجه الله للناس مثل هذا الإنسان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ تخيل، عندنا مسجد، ما عندنا مسجد غيره، ومسجده كان غرفة واحدة، غرفة واحدة يعني صغير، صلاة وصيام وذكر وعبادة واعتكاف. يدخل رجل من الخارج ما يعرفونه، داخل، أول ما دخل داخل المسجد أخذ يبول، والصحابة كادوا أن يضربوه ويخرجوه من المسجد. قال: دعوه خلوا، خلاص بارك، دعوه يتم دوله، خلوا يكمل، لأن لو ركضوا خلفه ربما يتحرك وينتشر، خلوا خلاص على الأقل في مكان واحد. فلما انتهى الآن الرجل يشوف المنظر، شو اللي صاير؟ هذا قائدهم يمنعهم، وهم ينظرون إليه نظر المغضب، يريدون ضربه وقتله وطرده وهو يمنعهم. شو اللي صاير؟ لما خلصنا داخل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى، قال الصحابة: خلص، أهرقوا عليه ذنوبا مما وانتهي الأمر، غسلنا المسجد، المشكلة انتهت. فنادى أنا، شوف همه أكبر من هذا، همه تبلغ الدين، يحبب الناس الدين. بعض الناس ما يفهم، ما يفقه،
في قلبه شيء يريد أن يخرجه فقط ينتهي الأمر. لا يا أخي اصبر اصبر، عندنا دين نريد أن نبلغه. عندنا أكثر من 5,000,000,000 إنسان اليوم على وجه الأرض ما يعرفون الدين ولا يعبدون الله. تريد أن تبلغ الدين؟ فنادى تعال تعال. فجلس الرجل عنده بكل أخلاق وأدب وتواضع، قال يا فلان هذه المساجد ما وضعت لأجل هذا، ما عشان واحد يتبول فيها، وضعت للصلاة، لقراءة القرآن، لذكر الله، للعبادة. شوف الأخلاق، قمة الأخلاق. فقال الرجل الآن خلاص أحب هذا الرسول حبا جما، فرفع يديه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا لا ترحمه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا فلان لقد حجرت واسعا، رحمة الله أوسع مني ومنك. شفت شلون كسب الناس ودخل الناس في دين الأخلاق، تواضع. انظر لعدله، اسمحوا لي أطلت آخر شيء، انظر لعدله. يوم من الأيام يصف الصحابة، يساوي صف الصحابة، شاف واحد طالع يعني للجهاد الحين خلاص، سواد بن غزية كان أحد المجاهدين، فدفع رجع شوي إلى الخلف. طبعا جهاد الحين وقت قوة وشدة وحماس، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني مو وقت الحين خلاص، في وقت الشدة الكفار أمامنا. أرجع واحد من الصحابة كمل، لكن شاف وجهه كان وجهه تغير. شوف الله أكبر، مراعاة الشعور. شفت الوجه لما يتغير اسأله، قال لعلي رجع إليه، قال لعلي رجعتك ضايقتك، قال نعم يا رسول الله. قال اقتص. القائد يقول للفرد اقتص، قال لا بطني مكشوف يا رسول الله، اكشف لي عن بطنك واحدة بواحدة. فكشف النبي عن بطنه والصحابة يشوفون، فانكب سواد على بطن النبي وهو يبكي ويقبله. الصحابة تأثروا، الرسول تأثر، قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله مقبلون على معركة، ربما أموت، فأردت أن يكون آخر الأحد بي في هذه الدنيا أن تمس بشرتي بشرتك. حب، مودة، تأسي بأخلاقه، بصدقه، بتضحيته. أقبل الناس على دين الله، أحبوه أكثر من أنفسهم. أيها الدعاء، أيها المسلمون، وكلنا دعاء، هكذا نبلغ دين الله، هكذا ندعو الناس، هكذا ننشر الخير بين الناس بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. نختم بالحديث الذي بدأنا به، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أشكر الإخوة لجنة الصحبة الصالحة على تنظيم هذه المحاضرة، وأشكر الإخوة جميعا الحاضرين، مع أن هذا الوقت متعب، وهذا الوقت الإنسان فيه أشد ما يكون فيه جائعا ومتعبا، لكن احتسابكم الأجر ربما هو الذي صبرنا جميعا. ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ويجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، كسميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا شربة من حوضه يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.